يواصل متدربو دفعة الشهيد أحمد منسي بالبرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات التنفيذية تدريباتهم بالأكاديمية الوطنية للتدريب. خضع المتدربون من مختلف الهيئات الحكومية والوزارات والمحافظات لاختبارات مطولة وقاسية لمعايشة تطبيقية ونظرية لفنون إدارة الدولة الحديثة. شارك المتدربون في التدريب الميداني الأول من نوعه، حيث يكون كل متدرب فيهم ظلا للمسؤولين في أي اجتماعات أو زيارات أو أزمات بالمحافظات.